العلاقة بين تبون وشنقريحة معروفة، هي علاقة رهينة بين أيادي قرصان، بين أيادي امبيرات، الآخر ان فوايو، هما كلهم فوايو لكن فوايو أكثر من واحد هو شنقريحة. شنقريحة باين مسيطر على تبون، والعسكري يكرهوا شنقريحة، قلت أكثر من مرة، سواء المتقاعدين او اللي راهم في الخدمه يكرهوه، واستغربوا كيفاش هذا صاب روحه قائد اركان الجيش، عمرهم ما كانوا يستناو فيه. هذه هي ثانية لله، واحد ما كان يستناش شنقريحة يكون قائد اركان الجيش، راجل معقد، راجل داير في حاله، ومسيطر على تبون، ويرمي في جنرالات في الحباس اللي زغط دار نيفو وطالق ريزونتين بارتو. البارح لما تكلمنا ونجحنا كنا الاولين، تكلمنا على توقيف العروسي كي داوها للحبس وقبل ما يدوه الحبس وكذا، كامل عطينا كل التفاصيل. البارح تكلمت قلت لي انه منذ اسبوع مصدر عيط لي قال لي صافي 6 ايام اللي راهم دخلوا 14 واحد دي زون دافير، وما فيهم ناس دي زون دافير ماشي حاجه كبيره يعني تاع مرفهين تاع ناس مستوى معين، واربع ضباط سموا. وانا مديت الخبر هذا، اتصل بيا اخ ونشكره على ثقة يعني اللي وضحها فيا باش يعطيني معلومات أوفر. يقول لي موضوع العروسي ماشي على جال قاعدة تكلموا قالوا، أنا هذا هو اللي كان عندي، أنهم تكلموا قالوا علاش العسكر يحكموا عليهم بعقوبات كبيرة 15 سنة و16 سنة وكذا، و سيفيل يحكم عليهم 3 سنين و6 سنين كيما الآخر هذاك جمال ولد عباس وخيره. قال لي لا، الدعوة راهي أخطر. واش اللي كاين؟ وانو جنرال العروسي حاول باش يتقرب من تبون من خلال المستشار ديالو واحد المقربين ليه اللي هو عبد الحفيظ علاهم، اللي كان هو اول مستشار عينوه لما طلع رئيس، وهذا عبد الحفيظ علاهم ستروتريتي تاع تريزور بوبليك. حاول باش يتقرب منه، دونك اتصل بعبد الحفيظ علاهم وبلغوا رسالة، قال لي وردي بلغ الرئيس قل له راهي كان مجموعة تاع جنرالات حابين باش يتصلوا بيك ويخلصوك من شنقريحة، يوروا لك كيفاش تخلص من شنقريحة، وماذا بيك تطلق سراح جنرالات اللي راهم في الحبس اللي ظلمهم شنقريحة. كاين الناس اللي شاريها لهم شنقريحة، ما كان لا فساد ولا عمار ولا، لأنه حكاية الفساد في العسكر ما كانش. وعلاش؟ فاسدين كلهم، والقانون العسكري في القانون الجنائي والقانون العسكري كل القوانين العسكرية ما كانش بند واحد اللي يسأل جنرال أو أي ضابط عسكري يقول له من أين لك هذا، يسألوا عن مصادر الرزق ديالو، ما كان حتى قانون، ما كان حتى بند، وبالتالي ما كانش اللي قاعد دخلوا على جال الفساد والرشوة، ما كانش، هذه ما تنزليش، ما تقرأ القانون العسكري ما تفلحش، دونك عمرها ما تقدر توجه كدومة. قال يا ولدي
اطلق شي محادي جينيرو محابس اللي راه مظلومين لانه كثر هذا شي مليحه نحي عليك شي مليحه وحنا رانا هنا مستعدين نعاونوك. انا الموضوع هذا كنت ديجا تكلمت فيه، الناس يتبعوني كنت تكلمت في الموضوع تاع انه كاين جنرالات اللي حابين يخلصوا تبون من قبضه شنقريحه. كان هذا اليوم تاكد لي من اخ ضابط سامي يقول لي ها فاش نتعامل تبون لما جا هدر له يعني علاهم قال يا فوالا وكاين ما قال شكون، قال الجنرال العروسي قائد الناحيه العسكريه الثانيه. واش يدير تبون؟ يروح يزفر شنقريحة. هذا كان ارخص من هذا ما كانش، راح يزف فيه شنقريحة، راح يبيع فيه. قالوا هاو كاين فلان هاو فلان شنقريحة، واش يدير؟ يعيط لنصر الجن. اي نعم، يعيط نصر الجن يكلف فرقة من دي زونسيان باراشوتيست تاع عنتر، يخدموا في عنتر، قال تروحوا الوهرن ترفدوا جنرال العروسي. وانا كنت حكيت على الظروف تاع توقيف جنرال العروسي، كيفاش داوه للستياري تاع وهرن، عطاوه الخباط حتى قال فيكس، ومن بعد ردوه باش عمل لاباساسيون بونسي، وعاودوا هبطوه للجزائر، وغير هبط للجزائر تم لبسوا له هذيك لا توني تاع توني معمره حاجاكم بالبول والقمل وكذا، ومنا منا وطرحوا عليه بالضرب، وغادي يديروا لكل جنرالات كيوقفوهم باش يكسروا لهم المعنويات تاعهم، يعني باش ليه تروح له فكره قراني جنرال. الور جوز عده اشهر ابور في كازيرنا تاع بالعروسي، كازان تاع بالعروسي ثاني في بلاد كنون، ومن بعد حولوه لكازيرنا واحدة أخرى في بلاد كنون، ومن بعد زادوا الدواء لبليدة، يعني بعد عدة أشهر راح شلتو من البليدة، بعد عدة أشهر الخبط التعذيب كذا، يلزم يجيب كل الناس اللي كانوا على السلسلة معاه. كملوا عند هذوك سمانة السلسلة، جابوا هذا 14 دراس باش شوفوا يعني النذالة تاع تبون. الور من بعد عبد الحفيظ علاهم يبعدو، قال روح سفير في بودابست في المجر، هاو سلك هذا كان واسطة نورمالمون يدوه، ولكن بون لأنو صاحب تبون، تبون شفع فيه وقال يا ودي هاد السيد هو اللي راهو جاب لي الخيط وكامل، هاي ابعثو لك ما يقعدش في الجزائر، خرج باش واحد ما يزيد يتصل بيه ويستغلوه رابطة مع تبون. دونك خلاص مابقى حتى واحد اللي يقدر يجي مع تبون في الجيش. على هذه نقول لك، وهذا الاخ يقول لي هذا الصراع ما بين تبون وشنقريحه ما يجي غير في مخيله الناس اللي حابسين، ولا اللي حابين يهموا الشعب باللي راهم يضاربوا ما كان والو. تبون مسلمين مكتفين عند شنقريحه، وشنقريحه يقول له وجه الشر، هذا يعتبره وجه الشر، هكذا الشرير، هذا الشرير هذا. شنقريحة ماهوش طالق غير مات، غير مات ماهوش طالق. هاي كيفاش تصير الجزائر الجديدة كشما يصيروا فيها، لما تسمعك دوخ شي ما كانش يحصل. شي ما كانش الجنرالات يتصلوا بواحد كونسيي ويقولوا ارواح نديروا كذا.
وشين ريحه اليوم يحب يقضي على اخر واحد اللي فيه ريحه تاع اللي ضده، شم فيه غير ريحه برك. فوالا بعد نكونوا كملنا سهرنا اليوم، نقولوا ربي يقدر الخير بلادنا، ربي يحفظها من هذه الاشرار، هادو عصابة تاع عراية تاع فويوات يا ناس. راك تشوفوا كاش البلاد راهي سايبة، قاعدين يتصارعوا لي، ودخل هذا الحبس ودخل هذاك الحبس، ما على جال ما الشم فيه ريحة المحاب، يعني يقلبوا الطابلة على شنق ريحة. هما كلهم كيف بعضهم، كلهم كيف بعضهم. ربي يقدر خير لبلادنا، وربي بعد عليها ولا الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.